25 دقيقة على غاديو كاب اف ام. هذه أولاد الكاب متواصلة معاكم حتى للسابعة متاع العشية. أشرف الكردولي كوتي ميكرو وأحلى مزومتا في الإخراج الرقمي والتقنية. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. فقرات وموزيكتنا مازالت متواصلة معاكم حتى للسابعة متاع العشية, ومن الفقرات اللي باش نتعودوا بها الأيام الجاية إن شاء الله هي فقرة عالم الأنيم مع كريم زعتوري. كريم مرحبا بك, مرحبا, أهلا وسهلا بمستمعين. شو عندنا اليوم؟ شنو هي السؤال المتحركة اللي باش نحكيو عليه؟ اليوم في حلقتنا الثالثة ما نبدينا بمغامرات بعد رياضة باش نمشيو للأكشن اليوم. الأكشن كوكب أكشن باهي. سيقولوا له هو كوكب الإثارة والغموض. الإثارة والغموض هذاك هو. اليوم باش نمشيو للنشيد الرسمي لجيل التسعينات. إي. اللي هو هزيم الرعد. هزيم الرعد. شكون غير؟ أوه. أقوى أدرينالين. تفوت لادرينالين. تفوت لادرينالين بالغادي. وبتبعته في المجرات. صحي تفوت له صحي تمشي المجرات ديجا. إنمي هو هزيم الرعد. أي. هو أنتج عام 1994. المؤلف هو يوشي هيرو تاماغاوا في اليابان. أي. الدور احداث القسم هي ساعة احداث خياليه بحتره اكيد اكيد ما ديما نوضحوا المخاطر. انت ما حكينا في اول حلقه حكينا قبل انه عهد الاصدقاء قصه وروايه كابتن ماجد خيالي. خيال مؤلف. واليوم هزيم الرعد هي خياليه خياليه جدا. ما علاش قلت لك هكا؟ خاطر ثم ديزاينين معناها هما راهم الواقعيين القصص نتاعهم مأخوذين من قصص حقيقية. مستوحين من قصص حقيقية. إيه وزلا ما إحنا صحيح نمشيو للمجرات بهزيم الرعد منش نلقاوه غادي ما أكيد منش نلقاوه أكيد. مش في درب التبان. المهم به القصة دور حول شاب اللي هو هزيم الرعد اللي اسمه في الفيرسيون اليابانية ريوما اسمه. أي. هو شاب أم وأبوه ماتوا من ويلات الحرب. وتخلى بعد كجندي في المجرة متاعه. ويحاول أنه يوحد المجرات أنه يصنع السلام. كيفاش يحاول الساعة يكون هو القائد متاع المجرة متاعه هاي. ثم يكون زعيم لبقية المجرات الكل معناه يغلبهم الكل وبعد يصنع السلام وقتها. على خطر معناه شاف الويلات متاع الحرب, شاف أم وبوه كيفاش ماتوا, شاف الحروب المميتة في الوقت هذاك, ديما قاعد يحاول باش يصنع السلام. يعني هو الهدف نتاع الانيمة اللي هو هزيم الرعد انه من نبع الحرب يعني من نبع الحرب بالضبط من رحم الحرب يطلع انسان يصنع السلام ويسعى للسلام. هو البداية المثيرة فيش انه هو بدا مجرد جندي عادي اي ثم بدا بيتطور لين وصل في الاخر انه يكون زعيم المجرة نتاعو وحتى اعدائه القوى فيش اعترفوا به في الاخر. يعني هو في الحلقه هو خاطر فيه الانمي فيه 52 حلقه بالضبط. كنت نسالك هو مش اجزاء يعني لا لا في جزء واحد في جزء واحد في اثنين وفي 52 حلقه 52 حلقه والحلقه الاخيره الحلقه الاخيره تبكي الحجر. لا انا متاكد كل جيل التسعينات يسمع فينا ما ثمش حد ما بكاش في الحلقه الاخرى صحيح خاصه احنا في العمر هذاك صغار بصراحه حاجه مؤثره تعرف هو عندك الحلقه الاخيره تاع هزيم الرعد وبقعت الكبريت تبكي عليها في صغرك وفي مراهقتك حتى عاد الاصدقاء وفي كوبريك لا يكون هذوما زوز هذوما زوز اكثر حود معناه هذوما لا هذوما في التوب في التوب تاع الدموع. باهي وقتاش وصل لنا للعالم العربي يعني؟ عام 2000 تمت دبلجة هو وقتش هو تم انتاجه 1994 يعني بعد 6 سنين تم دبلجته في مركز الزهره التابعه لقناه سبيس تون واول قناه تعرض فيها هي سبيس تون عام 2000 بعد 6 سنين يعني ومن وقتها بدا يتوزع على بقيه القنوات العربيه الاخرى. انا خاطر نتفكر وقتها حتى في تونس جابوه ما ثماش حد متفرج فيه صحيح يعني الناس كل كانت تفرجت فيه معناها بدا العرب كما قلت انت بدات كما نقول من الشرق الاوسط وبعد كده لين وصلت للمغرب العربي ودار في تقريبا في البلدان العربيه الكل والنشيد نتاعو النشيد الوطني ولا صحيت ولا ايقونه معناها النشيد الوطني لجيل التسعينات. هو شكون عملوا طرق العربي طرقان والف طرق العربي طرقان ولحنوا طرق العربي طرقان اللي معناها غنية الجينيريك الشارع
والله شوف، هو المبدع طارق العربي تقن بالشعر بكل شيء، حاجه يسمح لها. تقريبا 80% من غنيات سبيستو حتى اللي ما غناهمش راه تلقاه يملحنهم يكتب فيهم بالرسمي. هو زاد يمكن عملوا تقارير قبل انه الاغاني نتاع الشارات نتاع العرب بالذات العرب فيهم برشا قيم وفيهم برشا حاجات، والموسيقى هو اخر مره وقتها جابوه في كارتاج سنة يحكي قال هي الأغنية ذي عملها لأجل فلسطين وقتها. يعني أغنية ثورية هي نوعا ما، حتى كي تسمع أغنية اللحن بصراحة أغنية قوية برشا بالضبط. والأغنية تتماشى برشا مع 52 حلقة كما قلت، مع كوكب أكشن ومع كل شيء، مع كل شيء، مع قلب بعضها الكل. أما الأغنية بصراحة باش ذكريات حلوة برشا. والله يعطيك الصحة يا كريم، ديما ترجعنا ذكريات حلوة برشا. كانت هذه فقرة عالم الأنيمة، توصلنا معاكم لل 25 دقيقة للي فاتتوا سيرون تاني نجم يرجع يتابعنا على الباج اوفيسيال نتاعنا على الفيسبوك راديو كابا فام. احنا مازلنا متواصلين معاكم لبقيه فقراتنا، بعد شويه تلتحق بنا زميله مالك الدوزي في الاخبار وراجعين.